عندما يزور الإنسان القبر هل يستقبل القبلة يا شيخ ولا زي ما سمعت بعض العلماء يقول ممكن الأفضل يكون أمام وجهه لا تيسر أمام وجه المجلس القبلة ما في حاجة لكن الأفضل إذا تيسر يكون يقف أمام وجهه كما يزور في الحياة يقابل في الحياة هذا أحسن إذا تيسر ولا أي وقت في أي جهة سلم كفى ولا بغيت أدعي ولو بقى على القبور سلم على الجميع ومشى كفى ولو بغيت أدعي له تدعو له وأنت عاسي وأنت وأنا على موقفي على موقفي ما في استقبال القبلة.